مشاهدينا الكرام اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله الحلقات اللي بندي فيها كتالوج في التعامل يا اسلام تداخل كده على طول. اتفرجت على الحلقه اللي فاتت صح؟ طبعا شفت القاعده طبقتها مع اصحابك الغدارين؟ طبقتها طبعا. طيب والاخبار؟ لا ما اشتغلتش والله. لماذا نحن هنا؟ اشتغلتش خالص؟ غدارين جامد يا اسطى. ان شاء الله في دي يعني القاعده الثانيه ربنا هيكرم باذن الله. ماشي بشيله في المونتاج. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الحملة الفرنسية ودخولها الى الاسكندرية بعد مقاومة شعبية كبيرة من اهلها، وكان رد فعل محمد كريم ايه مع الاسطول البريطاني اللي كان عايز يحمي مصر من الجيش الفرنسي ثم مقاومته ونهايته المأساوية. بعد سقوط اسكندرية بدأ الهلع يدب في أنحاء القاهرة، ولكن في نفس الوقت المماليك اللي زي المرة اللي فاتت ما قالك مين اللي فرنجة دول اللي يقفوا قدام خيولنا كرروا نفس الكرة، وبمراد بيك اللي كان بيحكم مصر هو وأخوه إبراهيم بيك قالك بص العيال دي لازم تتربى، خد جيشه وراح قابلهم عند الرحمنية، دي مدينة أو منطقة في البحيرة. مش عايز أقول لكم من أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طخ 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 مراكبه ولعت وطلعوا يجروا وسابوا المعركة، كانت أشبه بمناوشات ملحوش حتى يشتبكوا اشتباك عسكري. برضو مش عارف منين جابوا يعني هذه الثقة الكبيرة، والحلقة دي نتعلم فيها ان انت لازم تقلل من سقف توقعاتك سواء تجاه نفسك او تجاه الاخرين، لا تنتظر حاجة كبيرة من حد ولا تفترض في نفسك ان انت بقى ايه ممكن تعمل حاجات خارقة. هم افترضوا ان الفرنسيين ما بيعرفوش يحاربوا على الارض وان دول شوية عيال فافي وبيحاربوا بس عن طريق السفن، فكانوا بيجهزوا الحاجات غريبة شوية. قائد من قوات المماليك يعني طلع بفكرة معرفش استلهمها بقى من يوم القيامة ولا ايه، ولكن خلاهم يعملوا سلسلة يعني حجمها 70 ذراع. السلسلة الحديد قالوا احنا هنربطها من البر للبر عشان السفن وهي جاية تخبط فيها. مش كده وبس، كمان بنوا جسور حطوا عليها المدافع عشان السفن وهي جاية. هم كانوا طبعا مفترضين ان كل المعارك هتبقى عن طريق نهر النيل، واثناء وهم بيبنوا الجسور وبيربطوا السلسله ومركزين هنا لقوا ايه الفرنسيين جايين من البر الغرب عادي. طبعا نفس الهزيمه ونفس الشلاليك ونفس كل شيء، وهنا مراد بيك اتوجه لان هو يعمل متاريس من امبابه لحد بشتيل، وفي نفس الوقت كان اخوه ابراهيم بيك كان بيعمل متاريس في بولاق من بولاق لحد شبرا. في الوقت ده بدا يظهر معدن الناس الطيب الجدع، اصحاب الصناعات وارباب المهن يعني بداوا ان هم يتكفلوا ببعض الناس اللي مش قادرين، وبداوا ان هم يعني يجهزوا المغاربه والشوام بعتاد عسكري كبير. المغاربه كان لهم دور رهيب جدا في مقاومة الحملة الفرنسية على مصر، كان لهم تواجد كبير وكان لهم نفوذ اجتماعي واقتصادي اثناء الحكم العثماني لمصر. رغم المتاريس بقى والاستعدادات والكلام ده كله، هي ساعة الا ربع ما شلوتين على قلمين ولكن وكل الناس بتجري، وبدأوا ينهاروا بسرعة شديدة. ما عادش في القاهرة الا اللي ملوش حبيب ولا غريب ولا قريب ولا اي حد غير كده، كل الناس كانت بتهرب اما تروح لبولاق او تروح للصعيد او تروح لاي منطقة اخرى. في بولاق انا زهقت بصراحة ان انا اقول نفس السيناريو بيتكرر، حصلت نفس المشاكل طبعا واتحرق بولاق وبدأوا الناس يهربوا، كان الواحد بيسيب مراته ويجري، كان كل الناس عايزة تبيع ممتلكاتها باقل الاثمان بس محدش عايز يشتري. حالة هلع وفزع كبيرة جدا مع سقوط القاهرة، يعتبر لان هي كانت شبه فاضية ما عادش فيها الا اللي فعلا ملوش حد. اتكلمنا طبعا الحلقة اللي فاتت عن دور عظيم جدا قام به العربوية او العرب او اللي بنسميهم البدو في مقاومة الغزو الفرنسي للاسكندرية ما جم من البحيرة، ولكن في نموذج اخر، الناس وهي طالعة من القاهرة وهي لا حول لها ولا قوة طلعوا عليهم العربوية والفلاحين، وعايز اقول لكم يعني قلعوهم هدومهم، خدوا كل حاجة معاهم، خاصة ان كان اغلب اللي موجودين يعني ناس متريشين، ولكن كانت مصر كلها اعمال نهب وسرقة وقتل. اللي عايزين نقوله ايه؟ ان زي ما في ناس قاومت الغزو الفرنسي وقدمت بطولات كبيرة جدا، في ناس سرقت الناس واستغلت المشكلة واستغلت الغزو وحالة الاضطراب الكبيرة ان هي تنهب اراضي وتنهب ممتلكات. من هنا تاخد قاعدة ان انت ما تعممش حكم على اي حد، اي منطقة هتلاقي فيها وفيها، واي بشر هتلاقي فيهم الخير وفيهم الشر. ياريتهم عملوا كده بس مع المصريين، ولكن المغاربة زي ما قلنا كان لهم دور قوي جدا في مكافحة الحملة الفرنسية. بالعكس نابليون كان قلقان منهم من اول ما جه مصر، كان عندهم عاطفة دينية كبيرة جدا وكان عندهم قدرة عسكرية
كبيرة على القتال وعندهم خبرة، وكانوا بيشاركوا في معظم المعارك اللي حصلت ضد الفرنسيين، وكانوا بيقدروا يحمسوا الناس ويلعبوا طبعا على فكرة العاطفة الدينية وتشجيع الناس على الجهاد ضد الفرنسيين. المغاربة كانوا عاملين قلق كبير جدا للفرنسيين من أول ما جم مصر، لدرجة إن أي مجموعة من المغاربة ماشيين كان الفرنسيين بيجروا عليهم يقولوا لهم من إيه ده، رايحين فين، جايين منين، لازم يثبتوا إن هم مش مقاومة، لأن هم كانوا تقريبا بيشتركوا في معظم المعارك. وطبعا كان في شيوخ زي الشيخ محمد الجيلاني، ده كان قصة كبيرة. محمد الجيلاني كان بيقعد يحفز حتى أهالي الحجاز لمكافحة الفرنسيين، وجاب مجموعة كبيرة جدا من الحجاز على مجموعة من المصريين والمغاربة في الصعيد، كان معاه 4000 من الجنود، وقعد يقاوم الفرنسيين مقاومة شديدة كذا مرة هو وابن أخته وأخوه. وكان في شيخ برضو مغربي شهير اسمه محمد بن الأحرش موجود في البحيرة، وكان برضو بيحفز المصريين والمغاربة والجنسيات الأخرى الموجودة على الجهاد ضد الفرنسيين. عشان كده نابليون بونابرت كان سنة 98 حتى قبل ما ياخدوا فترة طويلة في مصر، أصدر قرار إن أي مغربي لازم يترك البلاد في خلال 3 أيام، وقالوا بالنص كده، قالك اللي ما يسيبش البلاد بعد 3 أيام يتحمل تبعات قراره. في بعض المغاربة راحوا لنابليون بونابرت قالوا طب إحنا هنرجع إزاي بقى إن شاء الله؟ قالوا الإنجليز مستنيين عند البحر واحنا ما نعرفش طريق البر. بعد معاهم 2 امناء شرطه من الجيش الفرنسي وقادوهم يعني في نص الصحراء، وطلع عليهم العربويه ويعني نهبوهم وسرقوهم وقتلوا منهم. وده زي ما احنا قلنا، فكره ان انت تفترض في الناس الخير كله او الشر كله حاجه مش صح. زي ما في ناس كانت بتقاوم في كذا مكان وفي كذا معركه، في ناس بتبقى سيئه وبتستغل الظروف اسوا استغلال. واللي حصل للمغاربه هو اللي حصل للمصريين اللي كانوا جايين من القاهره وطلع عليهم العربيه والفلاحين وسرقوا كل حاجه معاهم. فهو احسن حاجه عشان تريح بيها نفسك، احنا القاعده اللي فاتت اتكلمنا عن فكره مفيش تقديس ومفيش ملاك وشيطان، اي بشر توقع منه الخير والشر، وتجنب الناس او تتقرب للناس بناء على مجموع اعمالهم اللي غالب اعماله خير او غالب اعماله شر. النهارده احسن شيء هو ان انت تقلل سقف توقعاتك، فلما تيجي تعمل اي شيء اعمله بدون مقابل، لا تنتظر ان يجي لك يعني خير من وراء الخير اللي انت بتعمله. ساعات ده بيبقى مشكلته اكبر بكتير. كنا اتكلمنا في حلقه من الحلقات عن الفدائي الجاسوس وهو محمد الهلباوي اللي كان بيحارب من اجل مصر او بيقوم باعمال وطنيه وفدائيه، وكان محكوم عليه بالاعدام وبعد كده تحول لجاسوس. ده كان مشكلته الاساسيه ان هو كان منتظر من الناس تكريم معين ودور معين اثناء وجوده في السجن، ولما طلع ولقى زمايله وضعهم احسن منه ولقى زي المجلس السري ما اهتمش بيه في السجن، هنا انقلب 180 درجه على المجتمع. ساعات بيبقى الاحسن ان انت ما تعملش الخير لو انت منتظر من وراه تكريم بقى وتمجيد وما شابه، لان ممكن يتحول رغبتك في فعل الخير لكفر بالمجتمع ومحاوله للاضرار بهذا المجتمع. عشان كده قالوا اعمل الخير وارميه في البحر وما تستناش المقابل من حد. في الحلقه الجايه هنتكلم عن شخص مهم جدا جدا ومن اكتر الناس اللي تعبت الفرنسيين واللي ضحى تضحيات كبيره جدا عشان خاطر ولاد بلده. هل نهايته هتتوافق مع كل اللي قدمه ولا؟ نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، فانتظرونا.